مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن أول تشابتر بمادة الثيرموداينامكس. طبعا هي المادة مكونة من 7 تشابترز. البداية بتبلش introduction، مقدمة. هذا التشابتر فيه ما في حل، هو فيه كله مصطلحات. يعني بشكل عام هاي المصطلحات بتفيدني لقدام بالحال إنه ممكن تيجي من ضمن سؤال أنا أعرف بأي كيس أنا عم بشتغل. هلأ ببداية هذا التشابتر عم نحكي عن السيستم، كيف أنا أحدد السيستم اللي عندي، كيف بالضبط اللي أنا بدي أشتغل عليه، وأي إشي حواليه اللي ممكن يأثر على هذا السيستم، خصائصه وأنواعه وأشياء تانية زي الضغط والـ specific properties بشكل عام. هلأ السيستم هو عبارة عن region and space chosen for study. أنا بحدده لهاي المنطقة أو لهاي من سبيس معين. عندي هاي الريجن، أنا بحدد هاي المنطقة اللي أنا بدي أشتغل فيها، أو هذا مثلا عندي كاسة فيها مي، هذا أنا حددت السيستم اللي عندي. بدي أدرس خصائص السيستم هذا من ماس، من تمبريتشر، بريشر، دنسيتي إلى آخره. طبعا أي إشي خارج محيط كاسة المي هاي يعتبر سراوندينج، يعتبر محيط، ما بيعتبر السيستم اللي عندي. هي إشي خارج نطاق السيستم اسمه surrounding. إذا هي surrounding the region أو الماس outside السيستم اللي عندي. هلا الباوندري اللي هي الحدود اللي برا هاي السيستم، حدود السيستم اللي هي بتفصل السيستم عن السراوندينج اللي حواليه. هذا الباوندري ممكن يكون ثابت، ممكن يكون متحرك. يعني كاسة المي الباوندري إلها حدودها ثابتة ما بتتغير، تمام؟ أما في كيسز تاني ممكن يكون الباوندري هذا تبع هذا السيستم يتغير، يتحرك، يكبر او يصغر، يصير فيه تمدد او تقلص. هلا طبعا السيستم مع السراوندينج المحيط فيه بسميه يونيفرس. السيستم زائد السراوندينج اليونيفرس، يعني كاست المي زائد كل اشي محيط فيها هذا يعتبر يونيفرس، تمام؟ هلا السيستم تايبز لهم تايبز، له انواع، وبتفيدني هاي الانواع عشان لما بدي اعمل انرجي بالانس او ماس بالانس بيفيدني اذا كان السيستم شو نوعه بالضبط. هلا السيستمز انواعهم اللي هم closed system، open system، isolated system، تمام؟ هلا closed system اللي هو النظام المغلق. النظام المغلق اللي هو انا ما بقدر اعمل تبادل للماس الموجوده جوا هذا السيستم، لا اطلعها ولا ادخل ماس عليها، يعني ما في تبادل بالكتله. فأي مادة موجودة جوا السيستم هي نفسها كتلتها واحدة، الفوليوم إلها واحد ما بتتغير. هذا الكلوست سيستم. بس ممكن يصير فيه تبادل للإنرجي، يعني ممكن من الباوندريز تبع هذا السيستم اللي هو الكلوست اللي هو المغلق، ممكن من حدوده أن يصير فقدان للإنرجي أو اكتساب للإنرجي من المحيط الخارجي، تمام؟ فلو والأوبن سيستم، الأوبن سيستم هو عبارة عن النظام المفتوح اللي ممكن يصير فيه انتقال بالماس وممكن انتقال بالانرجي، سواء كان كسب او فقدان. اما الايزوليتد سيستم، فهو الايزوليتد سيستم هو عباره عن النظام المعزول. النظام المعزول اللي هو انا لا بقدر ابادل الكتله اللي جوا ولا اعمل تبادل بالانرجي، ما في فقدان ولا اكتساب لهي الاشياء. فلو اجينا عملنا هذا الجدول البسيط، انه الماس اكستشينج بس بصير بحاله الأوبن سيستم، بس أنا بقدر إني أعمل ماس إكستشينج أو تبادل في الكتلة الموجودة بس بحالة الأوبن سيستم، النظام المفتوح. أما إذا كان النظام مغلق فما في ماس إكستشينج. بحالة الإنرجي ممكن أنا أخسر أو أكسب إنرجي لهذا السيستم إذا كان النظام مغلق أو إذا كان نظام مفتوح. بس النظام المعزول ما بيصير فيه تبادل أي نوع من أنواع لا الإنرجي ولا تبادل في الماس، تمام؟ هلأ بالنسبة لخصائص هذا السيستم، خصائص السيستم، طبعاً السيستم، أي سيستم موجود عندي له خصائص معينة، زي الماس، زي الفوليوم، زي التمبريتشر، الانرجي مثلاً، البريشر أو الدنسيتي. أي محتوى جوا هاي الكاسة المي رح يكون لها حرارة وضغط وكثافة وكتلة معينة وحجم وكمان طاقة. هلأ في نوعين من هاي الخصائص ممكن تتصنف، يعني يا انتنسيف يا اكستنسيف. هلا الانتنسيف بروبرتيز اللي هي اندبندنت، هي عباره عن خصائص ما بتعتمد على السايز تبع السيستم. يعني لو انا قسمت السايز تبع السيستم لنصين، ماشي، حطيت قاطع وقسمته لنصين، هل التمبريتشر تبعت السيستم رح تختلف؟ يعني لو انا اخذت عينه رح تختلف بعد ما انا قسمته نصين، او الضغط او الدنسيتي ما رح يختلفوا،
رح يضلهم نفس ما هم. لو انا قسمته نصين او ثلاث اقسام، او لو انا تركت السيستم زي ما هو، التمبريتشر ما بتختلف ولا الدنسيتي ولا البريشر. اما لما انا اطلع على الاكستنسيف بروبرتيز اللي هم لما انا بقسم السيستم لقسمين بيختلف عندي الكمية هاي، زي الماس والفوليوم والانرجي. الماس لو انا قسمت السيستم نصين معناته، وكان عندي مثلا 100 جرام مي وقسمتها نصين، رح يصير عندي 50 جرام 50 جرام. فهي الماس تأثرت لما انا حطيت هذا القاطع، وبالتالي كمان اكيد الفوليوم تأثر، وكمان الانرجي اللي ممكن انا اخذها من 50 جرام تختلف عن الانرجي اللي ممكن انا اخذها من 100 جرام. وبالتالي هاي الخصائص، هاي يعني البروبرتيز اسمهم اكستنسيف، اللي هم بيتاثروا بوجود القاطع او لما انا اغير السايز تبع السيستم. اما الخصائص زي ما قلنا اللي هم التمبريتشر والبريشر والدنسيتي اللي ما بيتغيروا لما انا احط القاطع، هاد بسميهم انتنسيف بروبرتيز. فلازم احنا نكون عارفين الفرق بين الانتنسيف والاكستنسيف. في اشي مهم ورح يضل اخر الماده معنا تقريبا، اسمه السبيسيفيك بروبرتيز. السبيسيفيك بروبرتيز هي عباره عن اي خاصيه انا بقسمها، وكانت اكستنسيف طبعا، وقسمتها على الماس، على كتله. يعني كان عندي فوليوم وقسمته على ماس رح يعطيني سبيسيفيك فوليوم، كان عندي انرجي وقسمتها على ماس رح تعطيني شيء اسمه سبيسيفيك انرجي. فمثلا الفوليوم شو رح تكون وحدته؟ مثلا متر كيوب الفوليوم، والماس كيلوغرام. لما انا بقول سبيسيفيك فوليوم معناته الوحده تبعته متر كيوب على كيلوغرام. لما انا بقول مثلا سبيسيفيك انرجي كمان رح تكون على كيلوغرام، او ممكن تكون جرام بغض النظر. فهي اي خاصيه اكستنسيف، الاكستنسيف زي ما قلنا قبل شوي اللي هي بتتاثر لما احط قاطع بتتغير قيمتها لما اقسمها على الماس على كتله معينه، بصير اسمها سبيسيفيك بروبرتي. تمام. هلا عدا عن انه انا في عندي شيء الدنسيتي اللي انا بعرفها اللي هي الكثافه، في شيء اسمه سبيسيفيك جرافيتي او ريليتيف دنسيتي، اللي هي بتكون هي بتختلف عن دنسيتي الماده كقيمه، ممكن ومرات ممكن ما تختلف. بس هي شو قانونها؟ اللي هي سبيسيفيك جرافيتي بتساوي الدنسيتي للماده على دنسيتي المي على تمبريتشر معينه. فانا لما مثلا باخذ دنسيتي الماده يعني رقم معين، لا مثلا لاكسجين او لنيتروجين او لايش ما كانت الماده اللي جوا السيستم تبعي، وقسمتها على دنسيتي المي، بصير معي شيء اسمه سبيسيفيك جرافيتي. هلا في تاني اشي بدنا نحكي عنه اللي هو state and equilibrium، ولازم نكون فاهمين شو يعني equilibrium. هلا state يعني حالة الحالة اللي فيها النظام، فهي عبارة نظام زي ما قلنا قبل شوي له خصائص، وكمان عددناهم زي الماس والpressure والtemperature إلى آخره. فهلا أي تغير بهاي الخصائص رح يؤدي لي إنه النظام يتحول من حالة لحالة تانية. فهاي هي الستيت. الستيت إنه حالة النظام عند خصائص معينة، إذا بتتغير هاي الخصائص بممكن تؤدي إنه يتغير الستيت تبعت النظام، فبتحول من ستيت أولى لستيت تانية لستيت تالتة وإلى آخره. هاي بما معنى ستيت. أما الإكوليبيرم، الإكوليبيرم اسمها حالة الاتزان، يعني الحالة اللي ممكن يوصل لها السيستم بعد مرور الوقت. هلا هاي الحاله بتكون ثبتت مثلا الخاصيه هاي مع مرور الوقت بطل فيها تغير. يعني انا لو ثبتت عندي التمبريتشر تبعت النظام مع مرور الوقت، شو بسمي النظام اللي عندي؟ بحاله اتزان حراري، لان الحراره ثبتت. وبالتالي لو ثبت الضغط، يعني ما كان في لا ضغط ولا تمدد للسيستم، وضل البريشر ثابت، ضلوا البريشر ثابت، شو بيكون عندي؟ اسمها ميكانيكال إكوليبيرم، بيكون النظام في حالة ميكانيكال إكوليبيرم. أما الكيميكال إكوليبيرم فهو عبارة، يعني النوع الثالث هو الكيميكال إكوليبيرم، فهو عبارة عن إنه الكومبوزيشن أو التركيب
تبع المواد الموجودة جوا السيستم ما صار فيها اختلاف، يعني تركيب الكيميائي للمواد ما اختلف مع مرور الوقت، مع مرور العملية لهاي المادة ما اختلف تركيب الكيميائي، فبيكون هو وصل لحالة كيميكال إكوليبيرم. وبالتالي الفيز إذا الماس على مرور الوقت، الماس على مرور الوقت برضو ما اختلفت. هلأ تاني إشي بدنا نحكي عنه البروسيس أند سايكلز. البروسيس أند سايكلز شو يعني بروسيس؟ بروسيس هي التغيير اللي أنا يعني بيطرأ على السيستم اللي عندي، فبغير واحدة من الخصائص أو مثلاً أكثر من خاصية. لما بتتغير هاي الخاصية شو بصير بالسيستم؟ بيتغير من state ل another state. فهي الـ process any change that a system undergoes from one equilibrium state to another. بتغير فيه السيستم من state ل state تانية. فبهاي الـ process هي اللي بتغير لـ state، فبصير يمشي من state 1 ل state 2 ل state 3. هلأ لما بيمشي السيستم من state 1 ل state 2 ل state 3 وإلى آخره، فبتصير بيمشي بمسارات. هاي المسارات اسمهم paths. هاي المسارات اسمهم paths. فإذا الباث شو هو؟ هو عبارة عن سلسلة من الستيتس، ماشي، فالسيستم بيمشي فيها خلال البروسيس. هلأ لما نطلع على هاي الرسمة توضيحها كيف؟ توضيحها إنه أنا كان عندي في البداية، كان عندي بالبداية السيستم بالإنيشيال إله فوليوم 1 وإله بريشر 1. هاي فوليوم 1 بريشر 1، فكانت عندي هاي النقطة اللي كان عندها السيستم، هاي الستيت. فهاي الستيت اسمها initial state. هلأ صار أنا أثرت على السيستم ببروسيس، فالبروسيس شو صار؟ مشت بباث وتغير، تغيرت البروبريتيز تبعت السيستم ل V2 لفوليوم تاني وبريشر تاني، فصارت عندي هاي النقطة التانية اللي وصل لها السيستم. فصارت عندي هاي الفاينل ستيت وهاي الانيشال ستيت. الانتقال من الانيشال ستيت للفاينل ستيت كان عن طريق هذا الباث. في اي ستيت بتنتقل اي بروسيس بتنقل السيستم اللي عندي من ستيت لستيت بتنقله عبر باث. هلا التايبس اوف بروسيسز، types of processes. في عندي أنواع، يعني ممكن البروسيس تصير على constant pressure زي ما هو مكتوب. البروسيس اللي بتصير على constant pressure بنسميها isobaric process، بيكون فيها ما في تغيير بالبرشر. فبالستيت الأولى pressure 1، بالستيت الثاني pressure 2. pressure 1 و pressure 2 متساويين، فإذا الدلتا بينهم الدفرنس بينهم ما في، زيرو. هلأ النوع الثاني من البروسيس اللي هو الايزوكوريك. الايزوكوريك بروسيسز اللي هم اللي بيكونوا على نفس السبيسيفيك فوليوم، زي ما حكينا السبيسيفيك فوليوم اللي هو الفوليوم اوفر ماس، فبتكون نفس السبيسيفيك فوليوم برضو بالحالتين. فيعني v specific 1 بتساوي v specific 2، هاي بالستيت الاولى وهاي بالستيت الثانيه، او مثلا بالستيت البدايه وبهاي بالنهايه، فالدلتا راح تكون كمان زيرو. الايزوثيرمال اللي هي لما بتكون التمبريتشر كونستانت، فما في دلتا تمبريتشر. يعني بس يجي بسؤال انه مثلا البروسيس اللي صارت ايزوثيرمال بعرف انه ما في تمبريتشر ديفرنس، انه اذا T1 بيكون معطيني T1 مثلا، في T1 تساوي T2. الادياباتيك ما في هيت ترانسفير، نو هيت ترانسفير، فالكيو اللي فيها السيستم بتكون يعني بعتبرها زيرو، ودلتا كيو زيرو. هلأ الستيدي فلو بروسيس إنه ما في تشينج وذ تايم، إذا مع مرور الوقت بيضل السيستم في حالة ستيدي ستيت. هلأ البريشر زي ما بنعرف، يعني نمر سريعا على البريشر. البريشر اللي هو القوة العمودية اللي بيبذلها فلويد سواء كان ليكويد أو غاز على مساحة معينة، على أريا معينة. فشو قانون البريشر؟ اللي هو عبارة عن الفورس على الأريا. الفورس اللي هي وحدتها نيوتن على الاريا اللي وحدتها متر سكوير. فهاي الوحده نيوتن اوفر متر سكوير اسمها باسكال. طبعا في كمان تحويل للوحد اللي هو انه ممكن يعني البريشر ينقاس بالبار او بالاتموسفير او بالباسكال، يعني هدول الوحدات حفظ، يعني ممكن تيجي باكثر من وحده. هلا لو النقطه اللي انا بدي اقيس عندها الضغط، هاي
لو كان في لها حالتين، لو كانت هاي النقطة فوق حد الاتموسفيريك بريشر، هذا الضغط الجوي، لو النقطة كانت فوق الضغط الجوي او اعلى من الضغط الجوي، بيكون اسم البريشر من هون جيج. فمعناها البي ابسوليوت اللي هو الكامل شو يساوي، اللي هو البي جيج البريشر جيج زائد البريشر اتموسفير، وهو على هذا القانون. فبيكون البريشر عند هاي النقطة ايش اسمه؟ هو البريشر ابسوليوت. بريشر عند النقطة اللي انا بدي اقيس عندها الضغط، هاي بريشر ابسوليوت. اما الكيس الثانية انه لو كانت هاي النقطة اللي انا بدي اقيس لها الضغط او بدي اقيس عندها الضغط تحت البريشر اتموسفير، فوقتها من البريشر اتموسفير لحد النقطة ايش بسمي النقطة، ايش بسمي هذا البريشر؟ فاكيوم. لفوق بسميه جيج ولتحت بسميه فاكيوم. فبصير القانون انه البريشر الفاكيوم يساوي الاتموسفيريك بريشر ناقص البريشر ابسوليوت. وهذا زي اللي حكيناه بالضبط، انه البريشر عند نقطة معينة اللي بسميه ابسوليوت، اذا اعطاني اياه بالسؤال مش طلبه، اذا اعطاني اياه وكان اكبر من البريشر اتموسفير، رح يكون بستخدم هذا القانون انه البريشر ابسوليوت المعطى يساوي البريشر جيج زائد البريشر اتموسفير. بالتالي هذا معطى وهاد معطى وهاد مجهول، فبحسب البريشر جيج. واذا كانت البريشر عند النقطه اللي انا بدي اياها هاي اقل من البريشر اتموسفير زي الكيس الثاني اللي هي تحت، راح يكون راح استخدم البريشر فاكيوم يساوي بريشر اتموسفير ناقص بريشر ابسوليوت. وبالتالي البريشر ابسوليوت نفسه اللي اعطاني اياه عند هاي النقطه، والاتموسفيريك بريشر اللي هو ثابت، وبحسب البريشر فاكيوم، الفاكيوم بريشر. هلا هيك بيكون خلص الشابتر الاول، يعني كمصطلحات وكقوانين بسيطه. نبلش بالشابتر الثاني. الشابتر الثاني يعني كتير كتير قليل، بيحكي عن الانرجي وانواع الانرجي. الانرجي لها ثلاث انواع: انترنال انرجي او كاينتيك انرجي وبوتنشال انرجي. هلا الانترنال انرجي اللي هي الطاقه اللي بتكون موجوده او بتعتمد على المولكيولر ستراكشر، يعني على التركيب الجزيئات تبع الماده، فممكن تكون الماده بتختزن طاقه بجزيئاتها من جوا. اما الكاينتيك انرجي فهي انه ممكن الماده او ممكن السيستم يكتسب طاقه اذا تحرك، اذا as a result of its motion، يعني اذا تحرك السيستم ممكن يكتسب طاقه، اذا تحرك بفيلوسيتي معينه مثلا من نقطه A لنقطه B ممكن انه يكتسب طاقه، هاي الطاقه اسمها كاينتيك انرجي. اذا ما صار في motion وفيلوسيتي ما بيكون في عندي كاينتيك انرجي. اما البوتنشال انرجي هو يعني ثالث نوع بهمنا، اللي هو اذا كان في فرق بالاليفيشن، اذا كان في فرق بالارتفاع، يعني اذا مثلا نقطه A بترتفع عن نقطه B 5 متر، ممكن انه يكون في عندي بوتنشال انرجي اذا الماده انتقلت من نقطه A لنقطه B. سوري بوتنشال انرجي. هلا طبعا قوانينها الانترنال انرجي بتكون معنا بالسؤال اذا في انترنال انرجي بالمولكيولر ستراكشر. الكاينتيك انرجي اللي هي الماس بالفيلوسيتي على 2، والكاينتيك انرجي السبيسيفيك بتكون بدون الماس، يعني زي كأنه قسمنا على الماس، لانه زي ما قلنا بشابتر 1 انه اي اكستنسيف بروبرتي قسمناها على ماس بتصير سبيسيفيك. فهي specific kinetic energy ووحدتها بتكون كيلو جول بير كيلو جرام. ونفس الاشي البوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي اللي هي الماس بتسارع الجاذبية الأرضية اللي هو 9.8 بزد اللي هو الارتفاع، ارتفاعها عن الريفرنس بوينت، يعني عن نقطة المرجع، يعني إذا سطح الأرض هو نقطة المرجع فهي ارتفاعها عن نقطة المرجع. والpotential energy بس لما تكون specific نفس الإشي بتكون بدون الماس، يعني كأنه بقسمه على ماس، بتكون هي تسارع الجاذبية الأرضية بزد. فبنوصل بالنهاية إنه الانرجي تساوي الانترنال انرجي وتساوي زائد الكاينتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي، والسبيسيفيك انرجي اللي هي المقسومة على الماس برضو بتساوي الانترنال انرجي زائد السبيسيفيك كاينتيك انرجي زائد السبيسيفيك بوتنشال انرجي. وشو الفرق بالوحدات؟ انه بتكون هاي بير يونت ماس اللي هي بير كيلوغرام. هلا في شغلتين، زي ما عندنا سبيسيفيك اللي هو انا لما بقسم على لما بقسم اشي اي بروبرتي بقسمها على ماس،
بتعطيني extensive property بتعطيني specific، ورمزنا للرمز specific إنه فوق ال بيكون small وفوقه إيش هاي الطائية. نفس الإشي بيكون إذا أنا قسمت على time فبصير اسمه rate، زي ما هو volume. يعني لو أنا بدي أقول volume على time بيعطيني volumetric flow rate أو volume flow rate، فبتكون المقام second. ونفس الإشي الماس، لو أنا قسمتها على التايم رح تعطيني ماس فلوريت، وبرمزلها يعني بالعادة فوقها بنقطة بيكون. هلأ نيجي للإنرجي. الإنرجي لما بتنتقل يعني جوا السيستم، أو من السيستم لبرا أو من برا للسيستم، يا بتنتقل عن طريق الهيت، يا بتنتقل عن طريق الورك، وفي كمان عن طريق الماس. هلأ الحرارة كيف بتنتقل؟ الحرارة مش الانرجي، الانرجي يا هيت يا وورك يا ماس، بس الحرارة نفسها كيف بتنتقل عبر الأجسام؟ بتنتقل يا عن طريق الكوندكشن أو الكونفكشن أو الراديشن. الكوندكشن اللي هو التوصيل، يعني إذا كان جسم صلب وبدها تنتقل من خلال الحرارة هذا بسميه كوندكشن. أما إذا كان الكونفكشن، إذا كان مثلا الحرارة انتقلت عن طريق مثلا غاز أو عن طريق ليكويد لإشي تاني. والراديشن اللي هو الإشعاع، كيف بيوصلنا يعني من الشمس حرارة؟ عن طريق الإشعاع. فهدول الثلاث طرق اللي بيصير فيهم الهيت ترانسفير من وإلى الأجسام. طبعا الهيت بشكل عام، الهيت ترانسفير بيعتمد على temperature difference. لما بيكون عندي جزء حرارته أعلى من جزء تاني، بيكون في عندي اختلاف بالحرارة اللي هو temperature difference. فعشان يصير في هيت ترانسفير تنتقل حرارة، لازم يكون عندي temperature 1 بتختلف عن temperature. هلا الانرجي تاني نوع، الانرجي ترانسفير باي ورك. هلا عندي نوعين طبعا، الالكتريكال ورك والميكانيكال ورك. الالكتريكال ورك اللي هو بصير بسبب تيار، فراح يكون القانون انه الورك الشغل يساوي الجهد اللي هو زي يعني على شكل باور، بتكون تساوي الجهد بالتيار. وإذا بدنا ندخل المقاومة فمن قانون أوم يعني تتحول ل I2 اللي هو التيار بالمقاومة أو فرق الجهد تربيع على المقاومة. هلا طبعا تكون الوحدة هون جول بير سكند واللي هي وات. أما لو بدي أحكي عليه بدون سكند، يعني بدي أحكي عليه جول لحاله، بيكون إنه بضربه بدلتا تي، بدلتا التايم. هلا نيجي لتاني نوع اللي هو الميكانيكال ورك. الميكانيكال ورك اللي هو بيكون انه يا عن طريق شافت ورك يا عن طريق سبرينج ورك. هلا شو القانون الاساسي للميكانيكال ورك؟ اللي هو الورك تساوي الفورس بالديستنس، اللي هي يعني الشغل يساوي القوه بالمسافه. هذا القانون الاساسي، يعني منعوض فيه مشان نوصل للقوانين الثانيه. هلا بالنسبه للشافت ورك، الشافت ورك يعني زي عندي ذراع بآله، وهي الذراع عم بتلف وعم بتسبب لي شغل. هلا القانون انه 2 باي بي ان بي تي. التي هون مش تمبريتشر، التي توك تورك. الان اللي هي عدد الدورات اللي بلف فيها الشافت هذا بير منت، خلال الدقيقه الواحده، وباي و2. هلا كيف اجى هذا القانون؟ اجى من قانون التورك العزم وقانون الديستنس. هلا الديستنس اللي هي عباره عن 2 اللي هي هاي الاس، 2 باي ار اللي هي الراديوس، بي ان اللي هي عدد الدورات، والتورك نفسه اللي هو عباره عن الفورس بي الراديوس. هذا راديوس الشافت الذراع، يعني الراديوس تبعه. فلما برجع بعوض بهذا القانون اللي هو تبع الميكانيكال ورك، فبيطلع عندي انه الفورس اللي هي عبارة عن التورك على R ضرب الاثنين باي بي R بي N اللي هي الديستانس، بيعطيني القانون هذا. هلأ تاني نوع عندي وهو الأهم اللي هو سبرينج ورك. سبرينج ورك اللي هو شغل النابض. شغل النابض قانونه الأساسي اللي هو تكامل من X1 ل X2، بحط جوا التكامل اللي هي الفورس دي اكس. هلا معناها بما انه انا حطيت انه دي اكس، معناته انا الفورس هي عباره عن فانكشن، هي عباره عن اقتران انا بدي اكامله. هذا الاقتران هو بدلاله اكس حيكون. فهلا يعني الدكتور ممكن يعطينا، يعني هو بالعاده بيكون كي
بي اكس. شو كي اللي هي الكونستانت تبع النابض، يعني هو عبارة عن رقم كونستانت ثابت للنابض اللي أنا موجود عندي. هلأ ممكن يتغير هذا الاقتران، هذا اقتران وبعوضه هون وبكامل على أساسه، بيطلع معي هذا القانون وبحل على أساسه غالبا. هلأ إذا الدكتور بالامتحان غير الفانكشن تبع الفورس، يعني حكينا الفورس ما بتساوي كي بي اكس، أعطى بالسؤال إنه مثلاً الفورس بتساوي كي بواحد ماينس إكس، وقتها ما بحط هذا القانون، ما بشتغل على هذا القانون، بشتغل إنه الفورس تساوي كي بواحد ماينس إكس، بعوضها هون وبكامل على هذا الأساس. طبعاً الكي هي عبارة عن إشي ثابت فبيطلع برا التكامل، يعني هي رقم، قيمة ما بتعتمد على قيم إكس، وبكامل عادي على أساس إنه واحد ماينس إكس، وبطلع معي قانون غير هذا، وعلى أساس هذاك القانون أنا بحسب الورك. طبعا زي ما هم بين هون انه كيف شو هي هاي الاكس 1 هي المسافه تبعت النابض بالبدايه، وهي اكس 2 المسافه تبعت النابض بعد ما انا اثرت عليه بفورس معينه، بعد ما انا سحبته لتحت. هلا اخر اشي بهذا التشابتر اللي هو في كمان ثالث نوع حكينا عنه اللي هو الانرجي ترانسفير باي ماس فلو، انه ممكن انا لما ادخل ماده على السيستم اللي عندي او انه اسحب ماده من السيستم تكون هي حامله طاقه، فانه يا تعطي طاقه يا تفقد طاقه، فممكن انه الماس تاثر على قديش السيستم معاه انرجي وقديش السيستم فقد انرجي. فبالتالي انا بالاخر يعني وصل عندي انه هذا السيستم ممكن يكون عندي في ماس ان وفي ماس اوت فبتاثر على كميه الانرجي، ممكن يكون عندي ورك ان وورك اوت برضه بياثر على كميه الانرجي، وهيت ان وهيت اوت بتاثر. هلا مجموعهم هو الاي الاي ان وهون الاي اوت. هلا لما بدنا نيجي نطبق الانرجي بالانس بنقول اي ان ناقص اي اوت تساوي دلتا اي للسيستم. دلتا اي للسيستم اللي هي احنا حكينا عنهم بالبدايه هم الانترنال والكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي، هدول اللي هم كيف الانرجي انتقلت خلال السيستم، فهي انتقلت باي هيت او باي ماس او باي ورك. تمام. واخر اشي اللي هو الفيرست لو اوف ثيرموداينامك، كلنا بنعرف انه الطاقه لا تفنى ولا تستحدث وانما تتغير من شكل لاخر، مستحيل يعني الطاقه كرييتد مثلا او ديسترويد، مستحيل اني ادمر طاقه تفنى مثلا، او مستحيل اني انا استحدث طاقه من ولا اشي بسيستم، فهي بس تتغير من شكل لاخر من فورم للتاني. فهيك بيكون خلص لهون تشابتر 2.